ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكون بخير. انا طبعا مبسوط بكل المسجز والرسائل اللي الناس بتبعتها، وبحاول ارد على قد ما اقدر على رسائلكم، ويا رب فعلا اكون بتستفادوا من الفيديوهات اللي انا بنزلها. هتكلم النهارده عن اقسام التحاليل الطبيه كامله بفروعها، بالرموز بتاعتها، بكل التحاليل الخاصه بيها. ايه هي اقسام التحاليل الطبيه؟ اول حاجه عندنا علم الهيماتولوجي، تاني حاجه علم الهيماتولوجي طبعا هو علم الدم باقسامه بفروع مختلفه بطريقه فرد الفيلم بالامراض الخاصه بعلم الدم. تاني حاجه هو الميكروبيولوجي، الميكروبيولوجي اللي هو علم البكتيريا والفطريات. كمان علم المولوكيولار بيولوجي اللي هو علم الهندسه الوراثيه، وده علم مستحدث في اقسام التحاليل الطبيه، وهو علم هام جدا لانه بيتناول في بعض ازاي تكتشف بعض الامراض الوراثيه، خاصه كمان يعني في اثناء الحمل، بحيث لو حصل ان الطفل اللي هيتولد ده هو عنده اي مشاكل يقدر ان احنا نعمل ابورشن للطفل ده، بحيث ان هو ما يتولدش عنده مشاكل او يكون معاق ذهنيا او كده، فبنكتشف الموضوع ده بدري. كمان علم السيتولوجي هو علم الخلية، علم الباثولوجي اللي هو دراسة الأنسجة، كمان علم الكيمياء، وده طبعا في اقسام كتير ومندرجة تحته اقسام مختلفة كتيرة هنتكلم عنها بالتفصيل. كمان علم السيرولوجي وهو علم بيبحث في تكوين البلازما الدم والاحتواء طبعا الدم على الاجسام المضادة، و ايه الريزلت او السيرولوج ده يقدر يكشف لنا ايه من الامراض دي. اهم اقسام طبعا والمتناوله واللي بتندرج تحتها تحاليل كتير هي علم الهيماتولوجي، علم السيرولوجي، علم الباراسيتولوجي، وعلم الكيمستري. طيب اول حاجه هو علم امراض الدم او الهيماتولوجي، هي التحاليل اللي بتندرج تحت الهيماتولوجي السي بي سي، وهو كومبليت بلود بيكتشر او علم صوره الدم الكامله او تحليل صوره الدم الكامله. الاي اس ار اللي هو سرعه التصيب او اريثروسايت سيدمنتيشن ريت. كمان البي تي والبي تي تي اللي هو الخاص بسيوله البروثرومبين و بارشال بارثرومبين. كمان البي تي والسي تي اللي هو سرعة النزف والتجلط. كمان من التحاليل اللي تندرج تحت الهيماتولوجي هو الاي بي او والار اتش، اللي هو طبعا كان في حلقة بالتفصيل عن الار اتش او اللي هو عامل رايسس وفصائل الدم المختلفة. كمان الريتكس وهو علم نوع من الخلايا الشبكية الموجود وبيندرج في أمراض المناعة، بيبقى موجود في كرات الدم. والجي 6 بي تي وهو خاص باكتشاف أنيميا الفوليك أسيد. تاني من العلوم دي هو علم السيرولوجي اللي هو الانتيجين والانتي بودي وتفاعلهم، والأمراض النتيجة للتفاعل الانتيجين والانتي بودي دي مع الأمراض دي، زي عندنا مثلا من التحاليل اللي بتندرج تحته هو السي ار بي اللي هو بروتين سكريتد من الايه من الكيدني، وزيادته او نقصانه بيدل على نوع معين من الامراض. عندنا الاي اس او تي والار اف اللي هو الريماتويد فاكتور اللي هو خاص بامراض الريماتويد. كمان عندنا الفيدال تيست، الفيدال تيست ده اللي هو علم التايفويد اللي هو تحليل التايفويد، والبروسيلا ده بعض امراض بتنتقل من الحيوانات للانسان وبيحصل ديتكشن برضو بيه عن طريق السيرولوجي. عندنا علم الفيروسات او الفيروسز ده كمان خاص زي مثلا عندنا ال HCV اللي هو مثلا فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي فيروس سي، سواء الانتيجين او عندنا الانتي بودي، وعندنا كمان ال HBS انتيجين كمان اللي هو فيروس بي اتش اس سي بي، وعندنا اتش اي في اللي هو فيروس ايدز، والاتش اي في ده فيروس ايم. كمان عندنا الجزء الخاص بالسيرولوجي او بيندرج تحت السيرولوجي الكالتشر سنسيتيفيتي تيست اللي هو ان احنا ازاي نعمل كالتشر او مزرعه. كمان عندنا الاتش بايلوري او الهيليكوباكتر بايلوري، سواء الانتيجين او الانتي بودي. الانتيجين ده موجود في الاسطول، والانتي بودي ده في بيكون بيحصل له ديتكشن من بلازما الدم. كمان اختبار بريجننسي تيست ده تحت الايه مجموعه السيرولوجي. طيب
كمان من الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها علم الطفيليات او الباراسايتولوجي. الباراسايتولوجي في عندنا ثلاث حاجات مهمه في الباراسايتولوجي. اول حاجه اليورين اناليسيس، تحليل البول. الستول اناليسيس اللي هو تحليل البراز. طبعا كميه الطفيليات اللي بتبقى في الستول كتيره، واحنا عملنا حلقات كتيره خاصه بالستول. كمان السيمن اناليسيس ده تحت الطفيليات. طيب علم بقى ليه اللي هو تحاليل او اقسام قسم الكيمياء بقى، تحليل الكيمستري ده تحت تحاليل كتيره جدا ومختلفه ومتنوعه، ولكن اشهرهم اللي هقولهم دلوقتي. اول حاجه عندنا هو تحليل الجي بي تي والاي ال تي، وهو برضو عندنا كمان الجي او تي والاي اس تي او الاي اس تي. هما الاثنين هما وظائف كبد، ولكن ده في تحليل اللي هو وظائف الكبد او الليفر فانكشن، ولكن هما بيندرجوا تحت ايه يعني تحاليل وظائف الكبد. عندنا الجي جي تي وعندنا البيليروبين سواء توتال ودايركت، ده تحليل خاص بالصفرة. كمان التوتال بروتين، وعندنا الالكالاين فوسفاتيز والالبيومين والجلوبيولات، دي تحاليل الخاصة بوظائف الكبد. طيب هنتكلم كمان عن الكيدني فانكشن. ايه هي التحاليل بتاع الكيدني فانكشن؟ عندنا اول حاجة الكرياتينين، كمان الجزء بتاع اليوريا، اليوريك اسيد، الصوديوم سواء الصوديوم والبوتاسيوم اللي هو الكي او المغنيسيوم، الفوسفورس والكالسيوم سواء توتال ايونايزد، ده حاجات الكترولايت ده بيكشف عنها في جهاز خاص بالالكترولايت. وكمان بيكون الدم مش دم وريد، ولكن بيكون دم سرياني. كمان مجموعة الليبيدز بروفايل زي عندنا الكوليسترول والترايجليسرايد والاتش دي ال اللي هو الهاي دنسيتي لايبوبروتين، والال دي ال اللي هو اللو دنسيتي لايبوبروتين، وده طبعا زيادته بيقدم لنا لامراض كتير. عندنا الهارت فانكشن زي السي كي والسي كي ام بي والال بي اتش والتريبتونين. كمان عندنا ال LDH اللي هو عندنا اسمه اللاكتيد دي هيدروجينيز، وده من تحليل الهارت فانكشن برضو او وظائف القلب. كمان عندنا بقى قسم كمان بيندرج تحت تحاليل الكيمياء اللي هي الهرمونز بقى، عندنا زي مثلا تي اس اتش والتي 4 والتي 3 سواء توتال او فري. كمان عندنا البي تي اتش والاف اس اتش، وعندنا ال اتش وكمان التستوستيرون توتال وفري والبرولاكتين، وعندنا كمان من التحاليل هرمونات الاي 2. كمان عندنا تحاليل المخدرات، وده كان ليها برضو حلقه بالتفصيل. سواء هنتكلم عن رموزها التي اتش سي اللي هو الحشيش، السي او سي اللي هو الكوكايين، عندنا الموب الام او بي اللي هو الهيروين، والبي زد او اللي هو برشام ابو صليبه، الناس في بعض الناس كتير بتعرفه، تي ار اي اللي هو الترامادول. وبعد كده بقى عندنا تحاليل الخاصه بالناس الدايابيتس او السكر، عندنا الجلوكوز، عندنا الاف بي اس اللي هو الفاستنج اللي هو تحليل السكر الصايم، والبي بي تي والفاطر، والاتش بي 1 سي اللي هو تحليل السكر التراكمي، والار بي اس والجي تي تي. وبكده اكون خلصت اقسام التحاليل بكل التحاليل المشهوره الموجوده فيها. لو عجبكم الحلقه يا ريت تعملوا لايك، وما تنسوش تشيروا عشان